معنا محمد الجوعاني القائد العسكري لثوار الجزيرة. سيد محمد، مرحبا بك. كيف تؤكد لنا حقيقة الحشود العسكرية للجيش السوري الحر في مدن ريف حلب، جرابلس والباب، وماذا تهدف هذه الحشود؟ حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، هذه العملية إن شاء الله هي عملية مشتركة بين الجيش السوري الحر والقوات الخاصة التركية، يطلق عليها إن شاء الله باسم سيف الفرات. طبعا هذه العملية ستكون إن شاء الله متجهة نحو المناطق التي تخضع لسيطرة البيدة وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقوات قسد. بالنسبة للتوقيت حاليا التوقيت غير معلن، ولكن بالنسبة من حيث المبدأ فالعملية إن شاء الله التجهيز قائم والتجهيز شارف على الانتهاء إن شاء الله. نعم، قرابة نحو كم مقاتل يتجهزون لهذه العملية وما هي قدرتهم العسكرية؟ كيف ستكون التجهيزات؟ من أين ستبدأ؟ كل هذه التفاصيل، هل لديك أي معلومات حول هذا الموضوع؟ يعني باختصار قوام الجيش الحر الذي سينفذ العملية. حاليا قوام الجيش الحر المتفق عليه من أجل هذه العملية بحدود 7000 مقاتل، بالإضافة إلى انضمام كثير من الأهالي من أبناء المناطق المتجهين إليها والذين نزحوا من البيدة وسيطرة قسد، وأعلنوا أنه سيكونون إن شاء الله منضمين معنا في هذه العملية. فالعدد يعني ما يفوق عن 7000 مقاتل مجهزين بكامل العتاد والسلاح، وإن شاء الله سيكون العدد باستمرار أو بازدياد يعني حسب ما ينزح من المناطق. فهناك إقبال كبير من هذه المناطق، سواء الرفعة أو منغ أو المناطق الأخرى، هناك إقبال كبير بالانضمام إلى هذه العملية إن شاء الله. معنى كلامك سيد الجوعاني بأن عملية سيف الفرات ستكون مختلفة من حيث الكم والعتاد مقارنة بدرع الفرات. أخي، درع الفرات كانت هي عملية كما يقال هي بداية عملية مشتركة بين القوات الخاصة التركية وبين الجيش السوري الحر، أثبتت نجاحها بتحرير المناطق التي كانت متجهة إليها، مما دفع الناس إلى الوثوق بهذه القوات والاعتماد عليها بعد الله عز وجل بأنها ستكون محررة إن شاء الله. ومن بعد التحرير سوف تسلم إدارة هذه المناطق لأهلها، مما يدفع الناس للاطمئنان إلى هذه القوات إن شاء الله. وحتى خرجت مظاهرات من في هذه المناطق ولأهالي هذه المناطق يطالبون بقرب عمليات سيف الفرات إن شاء الله. شكرا جزيلا لك القائد العسكري لثوار الجزيرة محمد الجوعاني، شكرا لك لمشاركتك معنا في حصاد الثورة الأسبوعية.